إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ إن شاء الله موضوع أساسي، الإصلاح بين الأزواج، الإصلاح بين الزوجين. قال الله تعالى مبينا العلاقة بين الأزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا: وعاشروهن بالمعروف. ثم قال في آية أخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آيات قرآنية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني هو مجبرة ورطا وقت سلام شن آية قرى شن داخل وري يش بيغا وطي. نفهم من هذه الآيات ترى الأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة. قلت لهم را متغرار يا أبو ساويش نفاير أصلا يا شو كل جح نفاير خبغت نوم مودة ورحمة. مودة من الوداد تصون غارة رحمة بجوارة أشق زي شق زي خرمة في المتت زبتك وفاي فاي هنا يقين يعني قرن فدورة فاي فدورة كتب. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ما هي المعاشرة بالمعروف؟ على أقل درجة، وأن يعطي الإنسان الحقوق للآخر حق يكون فاعل فشفاكة بتحسين الأقوال والأفعال وشاءت الآخر ذق الدو والهيئات قدرة ورر تحتوى واسغمى مكاس يجري تحتوى سغمى مكاس ويجاس أخر ذق حنفايق فتيج آخر ميدان أقري الحنفايق. فإن أحبها أكرمها وذب ثورة مفيز كتاب تنية كتاب تفصل. وإن كرهها وجهه كتاب أنا فهم لم يظلمها حق يبتك ظلم يبتك أقل تقديرها جاش تتوب أنو آراء بس خايفة يق إذا طعام فالدنايا وإذا طعام فالدقاء وإذا شحن قيقات وإذا فتشجن قيقات وإذا فتشجن فصدت وإذا حمقت كفتها عند وقوع الشقاق قفن جزجة عند الخوف من الشقاق وإذا شحن سيمان فقط إشارات شقاق لها وإذا شحن فاغر لها إذا فتشجوه فقط. طلب منا اللجوء إلى الإصلاح فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله وإن خفتم شقاق بينهما. خفتم باقى الطغف شعرا من واجب باقى انتو إشارة شقل أفران ذاتو دو بلانتاي زمو بلران وإذن شتر. للأسف الشديد فرنجي يعني ينم نحبنجي يستطاع من الشيط وانا جي أذن شتر أشتوز نسرم نحبنجي ذهي جنارنا
فوق 90% محكمة فهم يوم شتوز نسخرم محكمة أي شوار مش جاي يعني حكم بغض ونر مشاريع عثمانية قشيش رمضان يعني حكم بغض دي غفتها تقاضي هذا فوق 90% مع أنه أصبر الإصلاح حتى آية قرآن يبقى أورب يعني جنر التفريق يعني قالت فترو 90% من الأكراز ذا يجي باشي ينفس فيصفعوا فاحك يعرف وأنا جاي تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها قد بغض بطر قبش شكارة قبش شكارة قب تاغتر نحو يوم بشتر قب بطر جاء ياش ويوم قبشني وستوي تحكي فوق تشتر نار من فروض الكفاية فرض كفاية فوز يعني فرض معين على المجموع جماعة قتل حتى تستوون به إن قام البعض سقط عن الباقي الكفن الكفن يبسق ذي الكفن ذي شقرم هذا كفن دجل زقرم ذي شقرم تستوون به حرام قطع الشرك سام فاي فايب يا نح دايما الشرط حمي يا نح يجاور أبغض الحلال إلى الله صلاة وزكاة إجنار يا نح يجاور وبالعكس إبليس توجي يا نح مشافر يا كلها إجنار فاسألوا فاسمعوا وعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في غنبار من وحي من ذقي واثرات فيما رواه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا عرش إبليس موضوع على الماء غيبيات ما تعرفتها الحمد لله إبليس يبقى إنه يعرف حمق غفلون أرتي أوفر ثم يبعث سرايا يعني جيش فيه إبليس ذاقب جيش من شياطين ومن الإنس كمان فخري آري يعني فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة سبحان الله يا نحب التبلاغة يا صاحب وقب غدا سر إبليس يا نحب تنقذ ذكر العرض إبليس غصوص بصر يجيء أحد فيقول فعلت كذا وكذا قال إن كنت قمري غصامر صامر يا غصايو زب آبيو ما صنعت شيئا زب آبيو ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأة يجسك ربي أظن دستوب لي ذكر غير وأنا جري وأنا قال فيدنيه منه موت بوضط ويقول نعم أنت وارث أخوه وارث إغبى الزجرة يا فرقين فده مشكلة فقط الفران يا نح أساسر فاي فايب إصلاح ميجم نمسوه كمغاني يعني و قم جاء صفو الزميم صفو الزميم غاصو لاويات لاويان الزميم غاصو ووزاقو زخفنا ريان دور يا ريان دور صفو ستر قوم تال وقد يحف اختب القرى ستر قرام قيامة ما كم جد حام ستر قشب الآية الكريمة قال فبعثوا في واغب في غسى واغب فتزي غبتة فتزي غبتة حماترا فبلا غرا تدرس غرا قديم غسى غرم نحن مهم نحن معنا بذقة وبتت نحن واسع غرفه يا فصقاء علماء مبنى ما أخوحاق تشمش الأهل الأقرباء تدرس غرا فبلا غرا أو الحكام دون مؤقتم قاضي خار القضاء قاضي شمجة ضرب قطارش معروف المشرع العثماني في المادة 130 من قارور قانون ضرار العائلة مادة 130 جاء فاي أفكت مشكلة قذفرة قاضي يمشي لحاني لكواني مشكلة قريغة أذكر فهو الذي يبعث حتم من أهله وحتم من أهلها يا ذي غبتة هيقوا في أهل سمتكما من معبيش أما نح أولا نحدق القرآن فد من فرض الكفاية يعني وبسم أن ترى نوخن طبغة كفاية تدرس أهلم حكم قيرا قصني أزكو مشكلة قصني برد أشتكى للأسف الشديد تتكى فيتكم جاي إسرائيلي نحبا جاي لجان إصلاح فياسقط
للأسف الشديد كوي جاء راح أن ينجد فاري أخوة يعني نجان إصلاح بالأخص إلى سؤال الفجراء مشتلقات كرامي أذن إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما تونش جاء فايقا ما يؤكد فايقري فلطان فدوشجي خزرس فرا أمرو حكام فرا أمرو حكام فرا فتيا لقي غنى فرا فعن قزم غساء وان خزرس فرا فد إمعنا نحباب هو وان نحبق يبغو بتشد فلا غو بتوش جاء علماء أتم جاء الزوجين رأي خزرس فايقا ما زغن تونين هي زاقرا حمزري غزغتك يا شاحك رزري غزغن جاء يا شبو ذي آذكرم يا شبو سحاس شاحك رم ذري غزغتك. يقول الإمام الشعراوي فإن لم يوفق الله بينهما فكأن ذلك يعني أن كلا من الحكمين قد دخلا بنية عدم الإصلاح.